مشاهدينا الكرام إلى حفل افتتاح إكسبو 2020 في دبي. بفجر جديد في كل بلد، فخذي خاتم الساروج هذا يا ابنتي وانطلقي، سترين السر فيه في جميع الطرق. أم ترى درب جديد تخطه أقدارنا؟ ربما الدربان يلتقيان وفي تناغم ينسجمان، لنخطو معا في رحلة نحو بر الأمان. أناشد الإنسان نحن.
نحن هذا اليوم لا نرضى الانتظار، ليتنا من أمس أخذنا هالقرار. كنا نبحث عن نغم نغنيه يوحدنا، كنا نبحث عن بطل نثق فيه يجددنا.
one family. The world as it stands in the palm of our hands, it's our time. Oh. نحن نتابع وإياكم انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 في دبي. ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله المطوع. عبد الله وأنت هناك، ضعنا في صورة هذه الاحتفالات. مثل ما تابعنا الدقائق الأولى من هذا الحفل الذي انتظره الكثير من عشاق هذه الاحتفالات، حضره سمو الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من كبار السلك الدبلوماسي وممثلي الدول المشاركة في هذا الحفل الاستثنائي لإكسبو 2020. مثل ما نتابع قبل قليل بدت أعلام الدول التي دخلت ساحة الوصل التي تشهد هذا الاحتفال، ومن ثم نحن نقف في خلف ساحة الوصل ومثل نشاهد عدد من الفرق والعروض البهلوانية واللوحات الثقافية والفنية التي ستعرض خلال الدقائق القادمة. حفل الافتتاح مثل ما علمنا سيمتد إلى تقريبا أكثر من 50 دقيقة، أي أكثر من ساعة تقريبا، وهناك ستصحب لوحات فنية وعروض أيضا وفقرات غنائية. قبل قليل فنان العرب محمد عبده وحسين الجسمي قدموا لوحات غنائية بعد السلام الوطني لدولة الإمارات المستضيفة لهذا الحدث، والتي تعد هي أول دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال آسيا وأفريقيا تستضيف هذا الحدث بعد انقطاع أو تأجيل عام كان من المقرر عام 2020، ومن ثم توجل بسبب جائحة كورونا. واليوم يعني دولة الإمارات تستطيع أن تبهر العالم حقيقة بهذا الحفل الاستثنائي الذي شهده الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات. مثل ما قلت عبد الله، نحن نتوقع أن يستمر هذا الافتتاح لمدة حفل الافتتاح أقصد لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك ستنطلق غدا الفعاليات للزوار للعموم لمن يريد زيارة إكسبو. نعم، غدا سيكون الأول من أكتوبر هو اليوم الرسمي لافتتاح الأجنحة التي تشارك في هذه الدورة الاستثنائية، وتستمر حتى الآخر من مارس للعام المقبل، أي 6 أشهر. ولكن هناك رسائل تقدمها دولة الإمارات، وهي رسائل ثقافية وأيضا محاكاة المستقبل بعرضها لكثير من الأجنحة الاستدامة. وستبقى هذه المدينة حسب ما كان لنا لقاء صباح هذا اليوم مع مديرة إكسبو معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، أشارت إلى أن هناك هذه المدينة ستبقى وتقدم نموذج استثنائي لدبي خلال المرحلة المقبلة. طيب، شكرا جزيلا لك عبد الله، نتركك معنا لنتابع وإياك أيضا حفل افتتاح إكسبو 2020 في دبي.